عليكم حبابي وحباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. يلا اليوم نديروا واحد الوصفه، نقولوا وصفه شماليه او وصفه ريفيه. غنحتاجوا الفول، نحتاجوا الملحه، الربيع، قزبر والمعقنوس، ونحتاجوا الثوم، نحتاجوا الدشيشه او البلبوله، كل واحد كي كيسميها. كتكون شويه غليظه. ها الفول ديالنا هو، من بعد ما قطعناه غنفوروه، نعمروه في الكسكاس. درنا البرمه، درنا فيها الماء يغلي، درنا الماء عاود يغلي بوحدو، نكبو على البلبوله ديالنا باش نفوروها حتى هي. واخا تعمر لينا الكسكاس، من بعد غطيب ودير وطابط. نديرو التشيشه ديالنا او البلبوله، نديروها في الصفايه، نغسلوها بالماء بارد مزيان حتى يتحيد منها داك النشا او داك الطحين اللي فيها، باش ما تاكلناش ما تلصق. الشيشه ديالنا من بعد ما تقطرات من الماء، غسلناها بالماء بارد، تقطرات مزيان، درنا ليها الماء طايب، ودرنا واحد شويه الزيت. الزيت نسيت ما ذكرتها قبيله، مازال غنحتاجها عاود في الاخر، ونحتاجوها دابا في الاول باش ما تلصق لينا الشيشه ديالنا. نخليوها تشرب الماء مزيان ترطب، وندوزو مره اخرى نصفيوها ونديروها على الفول ديالنا. ها هو الفول ديالنا كيفور، من بعد ما فورناه بدا كينزل، حباش تبقى لينا بلاصه فين غنزيدو عليها التشيشه. ندوزو ان شاء الله نحطو عليه التشيشه. البنات ها الفول ديالنا من بعد ما طابو تفورو مزيان، نخليو الفول ديالنا حتى كيطيب عاد نكبو عليه التشيشه. التشيشه ديالنا هي من بعد ما تقطرات من داك الماء طايب، دابا غنكبوها فوق الفول. التشيشه ديالنا راه شربت الماء مزيان، نديروها تفور شويه مع داك الفول. علاش حيدت لي هذاك الماء؟ حيت كتهبط، كيهبط داك السيرو اللي فيه ولا الماء، وكيدير داك الماء كيولي بحال الرغوه، وكيفيد لينا البرمه هكا. لا اي البنات، الشيشه ديالنا من بعد ما تفورات بدلات اللون، كتجي هكا. ملي كتجي هكا رطبه احسن، كترطى في الماء طايب، وكنزيدو فيها نفوروها هكا. الفول ديالنا كانوا طابو من قبل، دابا غير كنقلب في الشيشه باش تفور مزيان. كل مره نبقاو نحركوها باش تفور مزيان. رجعت معكم من بعد ما فورنا الفول والتشيشه طابو مزيان. دابا نحطو مقلى على بوطه، نخليوها تسخن شويه، تسخن غير شويه ماشي بزاف. نديرو زيت الزيتون. هاد الفول والتشيشه كيطلبو شويه الزيت بزاف. منخليوهاش تتسخن بزاف، يلا تدفى، حيت زيت الزيتون ما خصناش نسخنوها بزاف باش تبقى صحيه. نديرو الثومه، داك الثومه اللي بينت في الاول ما قشرتها وما ماشي درتها كامله، درت غير النص. اللي ما كتعجبوش ما يديرهاش، على حسب كل واحد.
خليوها غير تبدا تقلى شويه كما قلت لكم، ما نجهدوش العافيه على المقله فيها الزيت الزيتون. راه كتبان داك الثومه في الزيت كتقلى شويه، ونكبوا عليها الفول والاخر والبلبوله والتشيشه ديالنا. نقدوها شويه غير هكا قبل ما نحركوها نديروا لها الملحه، مازال ما درت لهاش الملحه باش ملي نمعكوها ولا نحركوها غتدخل فيها الملحه والربيع. ما درت الملحه لا في الفول لا في التشيشه، ما درت لهم والو. نكبوا الربيع ديالنا العافيه مهيله، نستمروا في التحريك باش تخدم داك الملحه والزيت والثومه. هي الشعيوه ديالنا وجدات، نتمنى تعجبكم ان شاء الله، جربوها غادي تعجبكم.